كرتون الاشار اللي انت قلته ده يا كابتن. قال لك الاهلي عاش يوم اسود امام الاتحاد بسبب ضياع الفرص بشكل متتالي، موضحا انه لا يحب البقاء على اللبن المسكوب، وسيستعد بقوه لمباراه الترسانه في كاس مصر الاربعاء المقبل. واوضح المدرب ان خروج احمد فتحي الظهير الايمن مصابا كان له اثر سلبي على الفريق عشان خبرته الطويله، مؤكدا عدم اشراك شريف اكرامي يرجع لايقافه زي ما انا قلت زي ما اتفقنا يعني في مباراه حريه في افريقيا يعني. وهذا كان وعشان كده كان في كان ضروري جدا ان يلعب علي لطفي النهارده. قال كمان ان سياسه التدوير اتت بثمارها على الاهلي وساهمت في تخفيف اثار ضغط المباريات، موضح ان الهزيمه لا تجعله يخرج مباريات او يخرج مباريات للجماهير. في ختام كلامه قال ان كثره الاصابات بسبب الضغط المتتالي لمباريات الفريق نظرا لمشاركته باكثر من بطوله هو قدر الاهلي، رافضا الحديث عن الاسباب الطبيه لذلك. قال لست طبيبا لاقيم هذه الاصابات. اقولها مره ثانيه، كارترون قال ان الاهلي عاش يوم اسود قدام الاتحاد السكندري عشان ضياع الفرص، وقال ان هو ما بيحبش يبكي على اللبن المسكوب، وقال ان هو هيستعد بقوه لمباراه الترسانه يوم الاربعاء اللي جاي في كاس مصر. قال ان خروج احمد فتحي اثر بالسلب على الفريق وخصوصا انه عنده خبره طويله. قال ان اشراك علي لطفي على حساب شريف اكرامي عشان ايقاف شريف اكرامي افريقيا، فعشان كده كان لابد ان يبقى فيه الدفع بعلي لطفي لتهيئته لو حصلت اي حاجه لمحمد الشناوي وعشان ايقاف شريف اكرامي زي ما ذكرت. قال ان سياسه التدوير اتت بثمارها على الاهلي وساهمت في تخفيف اثار الضغط المباريات، موضحا ان الهزيمه لا تجعله يخرج بمباريات للجماهير، يعني ما بيحبش المباريات الراجل. قال كمان كارترون ان كثره الاصابات بسبب الضغط المتتالي لمباريات عشان الاهلي داخل في اكتر من بطوله وده قدر الاهلي، وقال ان هو بيرفض الحديث عن الاسباب المؤديه للاصابات، وقال انا مش دكتور عشان اقيم الاصابات. ده كلام كارترون. حد عنده تعليق على هو؟ بس اتفضل. هو بس طبعا موضوع اولا علي لطفي